حصار الأوبرا المصرية حفلاً كبيراً للفنان علي الحجار، حيث استعرض علي الحجار بصحبة الفنانة الكبيرة نادية مصطفى ومجموعة من المغنيات الشابات أغنيات الفنان الرائع محمد فوزي بشكل جديد ومختلف. والله طبعا انا سعدت وشرفت بان الاستاذ علي الحجار لما اقترح عليا بان هو ان انا اشاركه بجنوة في الفكره الجميله العبقريه اللي هو متبنيها، فكره 100 سنه غنى، وكمان بيتناول شخصيه عبقريه الاستاذ محمد فوزي. طبعا تاريخ كبير ومدرسه كبيره، كلنا اتعلمنا على ألحانه وعلى غنائه. أنا دايما بقول كان هو الصوت السهل الممتنع اللي هو بيغني حاجات صعبة جدا، بس أنت حاسس إن هو بيغني وهو ساب إيده وهو بمنتهى السلاسة بيغني. حتى جمل اللحنية برضو كانت يعني في التنفيذ الموسيقي يبقى شايف إن هي حاجة سهلة، بس هو لما يجي ينفذها بيلاقي صعوبة فيقولها مرة واتنين لحد ما تطلع صح يعني. فطبعا يعني أنا سعيدة وفرحانة قوي بالتجربة دي. شكرا للأستاذ علي الحجار على الفكرة الحلوة، شكرا لدار الأوبرا المصرية أنها برضو كمان يعني طبعا تضامنت واستضافت تنفيذ هذه الفكرة على مسرح كبير. كل يعني مطرب عربي مش بس في مصر بيفخر أنه هو يغني على خشبة مسرح دار الأوبرا. هو المفروض أن احنا النهاردة حفلة إحياء أغاني العبقري محمد فوزي، فأنا هغني تسلم لقلبي وهغني في دويتو في الآخر مع أستاذ علي والفنانين كلهم. الموضوع كان بحب جدا وكلنا مستمتعين يعني سواء في البروفات أو في التحضيرات الحمد لله. أستاذ علي الحجار عامل بروجكت حلو قوي، عامل أغاني الموسيقار محمد فوزي بشكل معد يعني بالمزيكا بشكل مودرن، يعني هيخلي مثلا اللي بيسمع الأغاني مثلا من 50 سنة من 40 سنة هو هيسمعها دلوقتي بشكل مودرن فتحبها زي مثلا كأنك بتسمع أغنية مثلا لحد جديد. صراحة علي الحجار ونادية مصطفى عاملين دويتو غريب يعني جميل جدا جدا، وعلي الحجار عارف ازاي يوصل الحاجة للجمهور وعارف يوصل ازاي المزيكا والكلمات، بصراحة تحفة يعني روعة. فدايما الحفلات دي بتبقى بتعمل جمهور جديد وبتعرف شباب أغاني جديدة ما كانش يعرفها قبل كده ومزيكا محترمة يعني تعرف تسمعها وانت مرتاح. احنا محتاجين النوع ده من الفن لان احنا يعني بيخلينا نحس برقية اكتر في الدنيا في الوقت اللي احنا ده موجودين فيه، لانه الذوق فعلا العام بتاعنا كان محتاج قوي ان احنا طول الوقت نجدد الفن بتاعنا ونحيي تراثنا القديم والحاجات اللي احنا فعلا اتربينا عليها. يعني بصراحة الأوبرا يعني حاجة حلوة، يعني الصراحة طول عمري باجي الأوبرا يعني انا جاي احضر حاجة حلوة، فسواء القديم طبعا كله معظمه حلو مش هعمم طبعا معظمه حلو واي حاجة برضو جديدة يعني بيقدموها الشباب كمان الجداد اللي الأوبرا بتقدمهم. حضرت كتير للفرقة العربية للموسيقى ويعني حسيت انه في حاجات جديدة برضو بتبقى قاعد جدا يعني، فالحاجات كلها الصراحة بتبقى حلوة اللي الأوبرا بتقدم يعني ثقة يعني باجي الأوبرا عارفة ان انا هتفرج على حاجة حلوة.